السلام عليكم، مرحبا بالجاليه المغربيه معنا في هذا العرس المغربي كما كنرحبوا بقراء هيسبريس. ان شاء الله غادي نعيش اليوم واحد العرس مغربي، نقولوا حنا نقربوا الجاليه ديالنا للبلاد ديالنا مع وقت الصيف راه جاي. اللي ما يمشيش للمغرب غيحضر شي عرس غيحضر لينا هنايا، وكنتمنى ان شاء الله يروق الجمهور ديالنا هنا والجمهور ديال قراء هيسبريس. ومرحبا بكم، وكل بدايه في شي فرح كنبداو. انا جيت هنايا اليوم باش نحضر الحفل ديالنا المغربي، ويعني فرحانه بزاف لان بداو كيحيوا لينا بحال هاد الاجواء المغربيه. كيف ما كتشوف انا بالزين مغربي، محتفظه على تقاليدي مهما كنت في ميريكان ولا في المغرب. 15 سنه في ميريكان ولكن العقل اولويز مغربي. Because after going to Morocco last year, I absolutely loved it. It was very exciting. Well, first I want to say thank you for having me here, because this is where progress is happening. And so I want to come by and thank the organization, thank you, and thank everyone here for making their lives here in Malden and beyond. احنا جد فرحانين لاننا هاد المناسبات كيكونوا قلال في هاد البلاد، كنشتاقوا فعلا لهاد الاجواء المغربيه. لذلك كنحاولوا وكنبغيو وكنتمناو يكونوا بزاف ديال المرات بحال هاد المناسبات. This is my first time in a Moroccan event, and I'm here in support of Bill is showing me the ropes, and hopefully I have a great time. عجبنا الدراري ديالنا باش يبقاو محافظين على التقاليد وما كيشوفوهاش بزاف من الاعراس، باش يشوفوا الاعراس كيفاش كتكون العماريه وكيفاش يكون الزواج بطريقه مغربيه تقليديه. They'll have introduced me to the Moroccan culture, and I hope to travel with them next year around New Year's. And they're going to show me the ropes and show me the best parts of the country. And I just wanted to get a better introduction to the culture before then. يعني باش تدي كونتراكت شويه من الروتين ديال العمل، وتتكون فرصه ديال الجاليه تجتمع بيناتها يعني وتشوف اصدقاء اللي ما شفناهمش هذه المده. حنا بصراحه تنوهوا بهذه البادره هذه.
نعرفوا شويه ديال الاختلاف وشويه ديال معليش نتجمعوا ونفتخروا بالثقافه ديالنا.